موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع. يبحث نجم البحر عن الغذاء أيضا، لكنه عمل فيه مجازفة. أسماك النمر الشرسة صيادة، ومن الأنواع القليلة القادرة على فصل جسم نجم البحر الشوكي. يلمح الجيران وجبة لم يتمتع بها بشكل طبيعي. نجم البحر قادر على تجديد نفسه من ذراع واحدة. يتم تجاهل طرف مقطوع فيزحف ببطء مبتعدا. تخرج ثعابين الإنقليس الحدائقية المتوترة من أخاديدها. إنها تأكل البلانكتون، يستغرق جمع ما يكفي منها اليوم بطوله. تختفي إذا مر بها أي كائن أضخم منها. سمكة شيفنين زرقاء مرقطة تصطاد الأسماك القشرية تحت الرمل ككاسحة ألغام. تستطيع كشف الإشارة الكهربائية الدقيقة للروبيان وتخرجه من الرمل. تأمل الأسماك الأصغر حجماً الإمساك بأي شيء نبشته سمكة الشفنين، أكثر أتباعها الموثوقين سمك الفرخ الرملي. موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع.